السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنكون نطبخ سوايله ان شاء الله. اليوم غنحضر واحد الديسير اللي ساهلو بمكونات بزاف. المهم كنحتاج اول حاجه مايا بلون ديال الفاني اللي ديجا درتو بالسكر ديال الحليب، واحد الساشي ديال الفاني، وفان ديال الفلون، والسكر على حسب الطبق. انا درت جوج معالق ديال السكر. المهم هنا كنحتاج واحد جوج معالق كبار ديال النيدو، وواحد الفرماجه، وهنا كنحتاج واحد ياغورت كيكون كريمي، وهنا هاد الكيسه فانو اللي درت فيهم اوريو من التحت ولا ايو اللي يعجبكم. نبداو على بركة الله. اول حاجه غنكب هاد الخليط معايا، غنزيد عليه داك الفرماجة و حليب بلا، وغنزيد عليه واحد الياغورت طبيعي كريمي او بنكهة الفانيلا، وغادي نحطو من بعد كنحسو على هاد القورة هنا، غنطبو على هاد الخليط ديال اليو. اللي كنحصلو عليه بحال هكا غندخلو للثلاجه يبرد ليه مزيان، ونذوقو بايو ولا اوريو ولا اللي يعجبكم، ولا لي بيبي ديال الشوكولا. كنتمنى لو نال اعجابكم بصحه وراحه. من بعد البنات هذا هو الشكل النهائي ديالو ملي برد ليه مزيان، كيجي عاقد وخاطر. كنتمنى انكم تجربوه بصحه وراحه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه باش تواصلوا بكل جديد. الى وصفه قادمه ان شاء الله.